يا انت شفتي لما كان الغنم يا لانا والغنم صار متصير؟ عندنا سرعة شباب. والله زهقنا يا جولة، فيش ايش نتسلى فيك؟ تعال نلعب حبل المطر. من وين؟ فيش انا حبل. اي حبل عن جد؟ وين؟ هاتي يلا نلعب. بس انا اولى. طيب بس انت تلقوم رجليك وتعدي لي عشان ما تلخبطش في اللعب. ماشي يلا. ماشي يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 كرسي بس لو فيش كرسي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ايش يا ماما؟ واسع الغرفة تلعب فيها حبل النطة، كم مرة احكي لكم تلعبوا في غرفتكم حبل النطة؟ يا فوق الصفحة يا بالحوش. ماما طردنا عورت اختك شوية وهي اجت على الكرسي وشوية اجت على راسي. انا عارفة اصلا. تلعبش مرة ثانية في الغرفة بحبل النطة، ايش بتسوي؟ لانه ان شاء الله انت بتلوني في ماشا ما اشطرها ما شاء الله. شايفين ما اشطرها؟ لون زيك تسلوا زيك، ايش بده يصير؟ والله احنا يا ماما كبرنا على الرسم والتلوين والاشياء اللي زي هيك. ايش كبرتي تحكيش يا سلافي كبرتي، في خطاطين قد سيدك لسه مستمرين في الرسم في الابداع. كيم يا ماما الرسم كملي يا لانا شاطر. ماما يا لانا عسل عسل. ماما نعم نروح لخالتي ياسمين. اه نروح لوداع جابير. عن جابر بتطلعوا من البيت؟ خلص ماشي روح، بس ما تطولوش يعني هلقيت الساعة واحدة سنتين وايش بتكونوا في البيت. ماشي ماشي يلا الله يسهل عليك. ما تاخروش. ماشي ماشي. هاي لانا بدك بعد ما جنبها والاول ماشى والدب انا وياها صح يا لانا؟ من برا على خدي ياسمين منين معجون يا سلام؟ خليكي عندي يا لانا بتخلى يا عندي معجون يا سلام انا خدي ياسمين. خلص خدوها معك الله يسهل عليكم. يلا يا جماعه عليها. يلا ماشي يلا تعالي بدك تطب معاك. يلا الله يسهل عليك. سكر الباب وراكم. ماشي يلا سكري يا جول. عارفه يا جوليا رح ننبسط عند خالتي ياسمين مع بناتها ونقعد ونتسلى معهم. صح يا سلام. رح ننبسط كثير كثير. صح سلامك. كل ما بنروح على خالتي ياسمين مع بناتها. يلا يا لانا قومي بدنا نروح. يلا استني. والله يا جوليا قرب رمضان، انا كثير متحمسه لرمضان متحمسه صوم. وانا يا سلام باذن الله تعالى حصوم كل رمضان. شوها شوها بدي اشوفها. امشي والله انا خايفه كثير. وانت يا سلام تعالي تعالي. نعم تعالي روحي تشوفها. ليش نشوف؟ والله انا كثير خايفه يا جوليا. ليش خايفه يا هبله؟ بس تشوف بس. تعال روح يمكن بشوفنا. يا حبيبي هذا حيوان مفترس يمكن يجي. ما شفنا كنا يا جوليا. لا يا سلافه تمشي ما كناش. طيب يلا بس على طول على طول بس بدنا نشوفه على طول بنعدي. يلا حبيبتي تبقى ياكو عدو عزو في الشيشي وفي ديناصورات.
الديناصورات. بس تعال نشوف شو نقدر. صافي يلا. والله بنات كنا هبل وهي وفي ديناصورات. امشي امشي امشي. ايوه 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 عدو 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 يا ساتر يا ساتر. ايش اللي بيصير؟ ديناصورات؟ تعالي يا بابا تعالي يا لينا تعالي تعالي يا عمري تعالي. خلص خلص. كيفة؟ كيفة؟ تخافيش تخافيش يا بابا تخافيش عليك تخافيش. تعالي تعالي. ايش اللي بصير؟ احنا في حلم ولا في علم؟ شايف يا رب. ايش اللي بصير؟ والله منيح اللي جيتن يا بابا، منيح اللي شفتنا. مش احنا اللي شفنا يا بابا، لان اللي شفته ونسكنا كلنا الديناصور. يا عمري شايف اللي جيتن على طول. خفيش يا ماما تخافيش. والله يا ماما الديناصور حلو كتير، لونه حلو كمان. عن جد؟ والله متوحش يا بابا، منيح المكان. ما قلت لها بديش اللي تشوفه، لما قلت لها امشي نعدي اجوله بتقول لا بدنا نشوفه. لما رحت اشوفه لهي لنا صارت شرطت قدام وصارت ترقص، انا مسكت لنا وعدينا كله. وين ترقص؟ قدام الديناصور. عن جد؟ شافها؟ لا الناس كده كلها. يا عمري هذا متوحش يا بابا. اكل خلنا اسمعي، بدي اكلم عدنان اقول له دير بالك ولادك يطلعوا على الشارع في ديناصور. صح خلص تمام. الو السلام عليكم، عدنان في ديناصور برا على الشارع، دير بالك محمد ومحمود يطلعوا على الشارع. ماشي ماشي يا اخوي، دير بالكم على حالك. سلام سلام. لما انتوا عديتوا جوا انا شفتوا اكل غنم كمان، يعني تنتين ماك رضا غنم جيران. يا ويلي حياكل كل الحيوانات اللي في الحاره هذا. بس ما ياكلش بغنم. ايه ما تلم تلاقي اكل. الله يعين الناس. انت شفتي لما كان الغنم يا لاما الغنم كان مطير. انت لسرع شباك، انت لسرع شباك، لسرع شباك، لسرع شباك. جوليا جوليا بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا بابا؟ مالك بسم الله الرحمن الرحيم. انت لسرع شباك. لا يا بابا فيش اشي. انت لسرع شباك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حلم حلم يا جوليا. جوليا حلم، هذا حلم حلم، تخافيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الشيطان الرجيم. اقف اقف خليني اروح اشربك مي. سلاف خفتي؟ شويه. طب ارجع ارجع نامي، اجيب لك مي تشربي؟ لا. طب خفيش يا بابا خفيش. خفيش يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. خفيش يا بابا خفيش. هذا حلم ها؟ بعرفش. اوه كيف تحلم؟ خلينا نشرب يا ناس.